عيطوا لي الناس ديال السجن المحلي ديال إتملول باش نقاد لهم تيفو اللي فيه الصوره ديال الملك مع القافله ديال القافله الوطنيه للصحراء المغربيه، وتعاونوا معايا السجناء تقادينا هذا التيفو هذا اللي ضربنا فيه سيمانه ديال الخدمه اللي دالينا. من بين الانشطه اللي شهدت هاد اليومين ديال القافله الوطنيه للصحراء المغربيه مقابله النهايه ديال دوري المسيره الخضراء واللي جمع بين القدماء حسنيه اكادير ابطال حسنيه اكادير لموسمين 2003-2002 وضد منتخب نزلاء المؤسسات السجنيه ايتملو الجوج، وشهدت رفع التيفو ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وحفظه لهذا الشعب ولهذا الوطن.